والله الفكرة هي هواي، وتعلمت أكثر شغلات من اليوتيوب، وصار صرت أشتغل، صار يطلع معي شيء كويس. والله نشتغل أنا وأبو خالد أخي بالشغل هذا. والله الفكرة الشاب علمني على الفكرة هاي، الشاب هذا اشتغلت هالشغلة هاي وقال بدنا نشتغل أنا وياك سوا، قلت له نشتغل هاي القصة هيك عشان ساعد أبو عم الشاب هناك. الزل بنطلع من الساعة 5 الصبح بعد صلاة الفجر على جبل تركمان، على الجسر، على الجانودية، على دركوش، نقطع من الوديان، بنطلع من الوادي لمكان ما تفوت السيارة، شغلة شي 200-300 متر، بنشيله عدينا لعند السيارة، نتعذب يعني بتطليعه، وقطعه نقطعه بالمنشار الإيد، ونتعرض لحنشان حياية. هذا عشت للحياية والحنشان الزل، بنقشره وبنقصه أطوال اللي بدنا إياها وبنشتغله بالديكور. بعد ما بنخلص بنعرضه للبيع في عالم، عنده مسابح، عنده مطاعم، كافيتريات، بينطلب منا هيك شغلات. عندي معدات بسيطة، ناقصني معدات بس ما معي مصاري أجيب أشتريها، مثل عندي بدي صاروخ، صاروخ قص، منشار كهرباء. هلا عم اشتغل بالمقص، مقص تبع شجر وبينسى قطاعة، هيك معدات بسيطة. اي والله يعني حلو هيك، منظر حلو، كل اللي عم تاخذ منه منظر يعني بيشتروه مشان مناظر، مشان مخاصف، مشان كذا هيك. اسعار بي يعني مشكل على المتر ياخذوا، على المتر يعني. اي نعم، على حسب الزبون شو بده، كم متر بده. انا برسم الديكورات، هو بيعجبه الديكور، بيقول لي بدي من هالديكور هذا، بنقي هو الديكور رسمه وانا برسم له اياها وفصل له اياها وبجهز له اياها. مثلا زبون فقير مثلا بيع المتر $2.50، $3، زبون مثلا عنده مطعم، عنده مسبح، بيع المتر $5. مطلوب حصر فيان هيك للشمس وديكورات هيك، شبك مثل هذا الشبك بيزرعوا جنبه هيك مديدة بتعربش عليه، جلسات، مضافات، في عالم بيساوي جلسات من قصب، مضافة من قصب، هذا اسمه شبك. لهي بدنا نساوي جلسة مضافة لواحد، مطلوب مني مثلا واحد بده جلسة وبده هاي الرسمات، هاي القناطر هاي، عم يعني فصل له اياها هلا، عم جهز له اياها. هلا بالصيف اكثر شغل، لانه مطلوب بالصيف للشمس، في للشمس، وللبرندات كمان. المهم مثلا في واحد عم يحط شادر بتحجب عنه الهواء، اما هاي بتنظل بتنسم، عم تنسم عليه هواء، ما وهو بيكشف اللي برا، اللي برا ما بيكشفه، ساتر يعني. يكون عندي ورشه وعندي سياره مشان اقطع فيها زل، كان معي سياره قلبت بالوادي، في صعوبات كثير بس انا بصبر عليها لحتى الله يفرج علي. في عندنا كثير عالم هون بالمحرر ما في شغل، ما في عمل، بيقولوا لي مثلا انا قاعد ما عندي شغل، ما عم لاقي شغل، بعلمه على المصلحه، بيشتغل معي كم يوم شي اسبوع وبتعلم المصلحه، بعدين بيصير بيشتغل على لحاله وبيترزق يعني، بيصير عنده عمل، عنده شغل. وانا بتمنى يكون عندي مثلا بشغل فيني شغل 50 عامل، 100 عامل،
بس يكون عندي مثلا معدات كاملة ويعني ورأس مال اني شو اشتري قصب وجيب، وبشتغل فيه بيع، فيه له تصريف، فيه له كل شيء الحمد لله.